يقول المثل إن الطيور على أشكالها تقع، والمثل قد لا يكون صحيحاً أبداً، فقد وقعنا في هذه الحياة على أشخاص لا يشبهون ولا نشبههم بالمرة، أشخاص لو نزلنا أعمق واد سحيق في العالم لما وصلنا لدنو أخلاقهم وعظيم كيدهم وخبيث أفعالهم. نعم، نقع على أشكال لا تشبهنا، وللأسف أحياناً لا نتعلم من الصفعة الأولى فنستحق الثانية والثالثة، وحجتنا الأزلية نقاؤنا وطيبة قلوبنا. يا سادة، الطيب ميزة، فلا تجعله نقطة ضعف أو نقيصة.